حاجه، هو بيعمل دايما مزيكا حلوه مبهج يعني، وانت بتسمعي بتبتسمي ومبسوطه، الكاست اللي بيشتغل معاه كمان يجننه. وانا هنيته بطريقتي يعني، هنيته شخصيا. كنت اول ما جبت السي دي كنت بسمعه في العربيه، اكتب اسم التراك واكتب له تعليق بعدي، يعني اسم التراك مثلا كذا واقوم كاتب له تعليق بعدي. فعملت كده مثلا في 6-7 اغاني، لقيته بيكلمني بيقول لي حرام عليك يا ابن اللذين انت فظيع وطريقتك ومش عارف ايه. فكان وكان الاغنيه دي تحفه بصراحه، ويعني الجمهور كله بيشاركني في الموضوع ده. والاغنيه اللي اتصورت اللي هي اجمل يوم، الستايل مختلف تماما وحاجه جديده والمزيكا جديده، الكلام حلو قوي. فيعني عجبني جدا، حتى الاغاني الدراما اللي فيه كانت لذيذه جدا. انا سرها برضو فكره مختلفه مجنونه. والطريقه اللي انا حبيت ان انا اوصلها للناس كانت ان انا صورت على الانستغرام، ما اعرفش اذا كنت شفتوه ولا لا، صورت وانا في العربيه بسمع الالبوم، وكان السي دي موجود ونزلته للناس، وكتبت مبروك حمائي المزيكا، مستمتع بالمزيكا جدا كالعاده. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org